بقولك ايه؟ انا عندي خطه. قولي يا ام العريف. انا هحاول اقنع مرتضى انه يسيبك تخرجي وتمشي من هنا. اخرج اروح فين واسيبك مع السيد غدا لوحدك؟ ما تقلقيش انا عارفه اتصرف. ماشي، اعتبريني خرجت. هتعملي ايه بخروجي؟ عايزاكي تروحي البحريه تحاولي تجيبي منه اي حاجه تسجلي بيها، وبعدين تكلمي رضوى وشريف وتقولي لهم انك هتبيعيني مقابل 5 مليون جنيه. ايه 5 مليون؟ لا يا ستي، احنا مش عشره يوم ولا يومين. انا ما بعكيش اقل من 10 مليون جنيه. تبيعي مين؟ انت مش هتبيعيني بجد؟ انت هتضحكي عليهم كده وكده؟ تمثيل يعني؟ ايوه تمثيل. لا انا في التمثيل ما اقولكيش بقى، محمد سعد. حلو، انت بقى هتكلميهم وتقولي لهم ان انت عايزه تقابليهم، وان احنا افترقنا، وانك عارفه ان هبقى فين كمان يومين، وتحاولي توقعيهم في الكلام في اي حاجه بقى سكين، وتكوني بتسجلي لهم. عايزه اعتراف منهم مين اللي ورقت لبابي، مين اللي ورا المخدرات، اي حاجه تعرفي تسجليها تسجليها. وايه الرغي ده كله؟ ما تقولي جاسوسه زي رأفت الهجام. الهجام؟ اسمه الهجام؟ لا اسمه الهجام. ماشي يا سكينه، وانت هناك في البيت لازم تجيبي اللابتوب بتاعي باي طريقه. هتعملي ايه باللاب؟ عايزه ادخل على اكونت الفيسبوك بتاعي، ناسيه الباسورد ومعيش تليفوني القديم، فالحل الوحيد اني ادخل من اللابتوب. نبي ده وقت هيفا يا شيخ، اتقي الله، حرام عليكي، احنا في ايه ولا في ايه؟ سكينه، ده الجزء التاني من الخطه. بما اننا مش عارفين نثبت براءتنا، فالحل ان احنا ندخل على اكونت الفيسبوك ونطلع لايف ونحكي للناس بقى حكايتنا بكل صراحه، ونسمعهم التسجيل اللي انت هتسجليه رضوى وشريف، ويعرفوا بقى مين اللي قتل بابي ومين اللي ورا موضوع المخدرات، ونقول لهم ان الاثار مع مرتضى، ونقول لهم مش انت اللي قتلتي بوسي. نحكي لهم كل حاجه يا سكينه، وده هيبرأنا وما يخليش حد ذللنا بعد كده. يا بنتي ده الباور اوف سوشيال ميديا. خلاص انت هترتمي لي، هروح الفيلا واظبط مع الواد بحري حوار اللاب. بس انت برضو هتعملي ايه هنا لوحدك؟ انا هنفذ الخطه اللي انت قلتي لي عليها، هشوق بس مش هدوق لحد ما مرتضى يامن لي خالص، بعد كده هحاول اسرق الاثار وهرب سما. صباح الخير يا شريف بيه. اهلا يا جلال بيه. وانا باشا مش قبل كده قايل لك لو جات لك معلومات عن اختك رانيا تبلغها لي بدل ما اوجه لك تهمه التستر على مجرم؟ انا فعلا يا فندم كنت هتصل بيك عشان اطلب منك انك تساعدنا في ان احنا نوصل لها. وديني قدامك اهو، انا ورضوى جبنا رانيا ودفعنا المكافاه اللي احنا كنا حاطينها، كنا ناويين نسلمها لكم، لكن بقى مرتضى البنهاوي طبع علينا واخدها مننا. مرتضى البنهاوي رجل الاعمال المعروف؟ ايوه يا فندم هو. طب وده ايه مصلحته في كده؟ مرتضى طول عمره بيحب رانيا، فهو اخدها يخبيها عنده عشان ما تحبس.